نشرة أخبار السادسة تأتيكم من مركز أخبار قنوات أبو ظبي، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس المصري في ضحايا احتراق كنيسة. الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول تطالب موسكو بسحب قواتها فورا من محطة زابوروجيا النووية. أهلا بكم من جديد. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة ما أسفر عن قتلى وجرحى، متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس المصري. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي شري ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا بمناسبة ذكرى يوم التحرير. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس يون سوك يول. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي هان دوك سو رئيس وزراء جمهورية كوريا. هذا وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة دينيساسو نيجيسو رئيس جمهورية الكونغو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس دينيساسو نيجيسو. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي أناتول كولين ماكوسو رئيس وزراء جمهورية الكونغو. وفي شأن آخر، أكد المركز الوطني للأرصاد انخفاض حدة المنخفض الجوي المتوقع تأثر الدولة به، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لحركة المنخفض. جاء ذلك أثناء الاجتماعات التنسيقية اليومية المنعقدة بين كافة الجهات المعنية في التخفيف من تداعيات الحالة الجوية. وأوضح المركز الوطني للأرصاد خلال الاجتماع أن آخر مستجدات خرائط الطقس تشير إلى تحرك امتداد المنخفض الجوي إلى الجنوب مع استمرار امتداد تأثيره على الدولة بشكل محدود مع فرص تكون بعض السحب الركامية المحلية مصحوبة بسقوط أمطار على المناطق الشرقية والشمالية واستمرار الرياح الجنوبية الشرقية المعتدلة والنشطة أحيانا المحملة بالغبار. وأكدت جميع الجهات المعنية خلال الاجتماع أكدت جاهزيتها التامة لأي تغيرات محتملة، منوهة باستمرار عمليات الرصد الجوي للمنخفض وضمان جاهزية جميع الخطط. نقف الآن مشاهدين عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ فبراير الماضي.
طلبت عشرات الدول إلى جانب الاتحاد الأوروبي بالانسحاب الفوري للقوات الروسية من محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. وقالت المجموعة في بيان مشترك إن نشر أفراد عسكريين وأسلحة روسية في المنشأة النووية أمر غير مقبول ويتجاهل مبادئ السلامة والأمن. وحث البيان الاتحاد الروسي على سحب قواته العسكرية وجميع الأفراد الآخرين غير المصرح لهم فورا من محطة زابوروجيا للطاقة النووية ومن المناطق المحيطة بها. هذا وقالت حكومة نيوزيلندا إنها سترسل 120 عسكريا إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب الأوكران على القتال في الخطوط الأمامية. وتسمح هذه الخطوة لفرقتين لتدريب المشاة بتزويد العسكريين الأوكرانيين بالمهارات الأساسية لتحسين أدائهم في القتال، بما يشمل كيفية التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية القتالية وقانون العمليات وغيرها من المهارات. وخلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن إرسال العسكريين، أكدت رئيسة الوزراء جاسيندا آردن على أن القوات النيوزيلندية لم ولن تشارك في القتال في أوكرانيا. أظهرت طلبيات أنه من المقرر أن تظل شحنات الغاز الطبيعي الروسية عبر خط أنابيب نورد ستريم وعبر أوكرانيا مستقرة اليوم وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء. وبلغت التدفقات عبر نورد ستريم إلى ألمانيا 14.5 جيجاوات صباح اليوم دون تغير كبير عن اليوم السابق، وذلك وفقا لبيانات من المشغلين. وما زلنا في الشأن الأوكراني، حيث غادرت أول سفينة شحن تستأجرها الأمم المتحدة ميناء بفيدين في جنوب أوكرانيا أمس محملة بالقمح إلى أفريقيا وفقا لحاكم منطقة أوديسا. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد استأجر سفينة الشحن بريف كوماندر التي قالت الأمم المتحدة إنها تحمل 23,000 طن من القمح متجهة إلى إثيوبيا. ومنذ بداية أغسطس نقلت أكثر من 12 سفينة شحن الحبوب الأوكرانية إلى خارج البلاد، ويتم تفتيش السفن وحمولتها أثناء مرورها عبر مضيق البوسفور التركي بموجب الاتفاق المبرم. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل. إيران تجدد التلميح بإمكان إحياء الاتفاق النووي شريط احترام خطوطها الحمراء. التوجه للعمل في كل صباح وإنت متحمس وسعيد، شعور قد يفتقده البعض من الموظفين. وتقدير الموظف على ما يقدمه من جهد أمر غاية في الأهمية للمؤسسة قبل الموظف، لأن النتيجة الإنتاجية ستزيد بكل تأكيد. فجميل لما نسعى لأن نجعل رضا الموظف غاية تدرك ولا تترك ولا تترك. واعي الليلة 10:30 مساء بتوقيت أبوظبي، 9:30 بتوقيت السعودية على قناة أبوظبي. في عناء الصحراء كانت البدايات، نسجوا بقصصهم تراثا وحضارات عاشت وما زالت تلهمنا جيلا بعد جيل. توحدت أهدافهم في عشق الإمارات. لا خلينا منكم، الموسم الثاني غدا 9:30 مساء على قناة الإمارات.
بكم من جديد. وقبل مواصلة النشرة نذكر بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس المصري في ضحايا احتراق كنيسة. الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول تطالب موسكو بسحب قواتها فورا من محطة زابوروجيا النووية. قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده سترد على النص النهائي للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي بحلول منتصف ليلة اليوم، داعيا الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة في حل ثلاث مسائل متبقية لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015. وقالت الخارجية الإيرانية إن المفاوضات النووية تشهد تطورا نسبيا. بعد أيام من تقديم الاتحاد الأوروبي عرضا لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية، جاءت أولى الردود الإيرانية الرسمية لتكشف عن التوقعات المنتظرة بشأن موقف طهران دون إشارة مباشرة. فقد قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن هناك فرصة لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية إذا تم احترام الخطوط الحمراء لطهران. ومن الخطوط الحمراء التي تتمسك بها إيران رفع جميع العقوبات المفروضة عليها والحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بأنها لن تتخلى عن الاتفاق مرة أخرى كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سنة 2018. ومن بين نقاط الخلاف رفع العقوبات عن الحرس الثوري الذي ترفض الولايات المتحدة رفعه من قائمة المنظمات الإرهابية. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن رفع العقوبات عن بلاده في حالة إحياء الاتفاق النووي لن يفيد طهران فحسب، بل سيساعد أيضا الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، وهو ما يتماشى مع مصالح الدول الأوروبية. وبالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا توجد أساليب واضحة أو سهلة لكبح جماح برنامج إيران النووي بخلاف الاتفاق الذي قيدت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتوقع الاتحاد الأوروبي ردا من الأطراف المعنية وهي طهران وواشنطن اليوم، على الرغم من عدم تأكيد ذلك، ولا توجد مؤشرات على ما إذا كانت إيران تنوي الامتثال أو قبول مسودة نص الاتحاد الأوروبي مقابل تأكيد الولايات المتحدة استعدادها لإبرام اتفاق سريع على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي. أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليوم رده على هجوم بطائرات من دون طيار استهدف قاعدة التنف العسكرية جنوب شرق سوريا. وقال التحالف الذي أنشئ لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي في بيان له، قال إن قواته ردت على هجوم شنته عدة طائرات مسيرة في محيط سكنة التنف عند الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي. وأضاف أن قواته اعترضت إحدى الطائرات من دون طيار، كما تم تفجير مسيرة أخرى داخل مجمع قوات جيش مغاوير الثورة في منطقة التنف. أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن مقتل فلسطيني اتهمته بمحاولة طعن أفراد من الشرطة خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة. وذكر بيان للشرطة أن القوات الإسرائيلية كانت تفتش عن أسلحة في منزل في بلدة كفر عقب عندما هاجم المشتبه به أفرادها بسكين حسب ما قال البيان. وأضافت أن أفراد القوة ردوا بإطلاق النار ليلقى مصرعه متأثرا بجراحه. وإلى السودان، حيث حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حذر القوى السياسية من تفاقم الأزمة السياسية في السودان، مؤكدا أن أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من التمزق والتشرذم والتجاذبات السياسية. ودعا البرهان في كلمة بمدينة شندي مناسبة احتفالات البلاد بالعيد 68 للقوات المسلحة، دعا القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، وذلك من خلال التعاون والتوافق بين الجميع.
وفي شأن آخر، قال الجيش الصيني إنه أجرى مزيدا من التدريبات بالقرب من تايوان اليوم، حيث قامت مجموعة من المشرعين الأمريكيين بزيارة الجزيرة والتقت الرئيسة تساي إنغوين. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الوطني التايواني اليوم أنه تم رصد 30 طائرة عسكرية صينية حول المنطقة المحيطة بالجزيرة حتى الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأن البلدين سيوسعان نطاق العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة من خلال بذل جهود مشتركة للوصول إلى هذه الغاية. وقالت الوكالة الرسمية إن بوتين قال لكيم في رسالة بمناسبة يوم تحرير كوريا الشمالية إن توثيق العلاقات سيصب في مصلحة البلدين وسيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا. أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم أنه سيقدم حزمة مساعدات كبيرة لبيونغ يانغ في مقابل نزع سلاحها النووي، وهو عرض طالما رفضته كوريا الشمالية. يأتي اقتراح سيول بعد أيام من تهديد بيونغ يانغ بالقضاء على سلطات كوريا الجنوبية على خلفية التفشي الأخير لفيروس كورونا في الشمال. ويقول محللون في المنطقة إن فرص قبول بيونغ يانغ لعرض مماثل ضئيلة جدا. إلى أرمينيا، حيث قال مسؤولون إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 60 آخرون إثر وقوع انفجار في مركز تجاري وسط العاصمة يريفان يوم أمس. ورجحت مصادر وقوع الانفجار بسبب اشتعال ألعاب نارية مخزنة بشكل غير صحيح. وقالت السلطات المحلية إن 25 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، وإنه ربما يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض. وقد انهارت عدة مبان وتضررت، ونتج عن الانفجار سحابة كبيرة من الدخان غطت سماء المدينة واستقر الرماد والركام على السيارات. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. 24 مليار و200 مليون درهم أرباح 17 بنكا وطنيا مدرجا. الشباب اصلا لما يطلع كلنا راح نمر فيه. للندب العميقه يجب رفع هذه الندب. وصلتني اسئله كثيره اليوم. اهم شيء لازم احنا نخبر المريض انه لا يلعب باي حبه تطلع له. اي ثينك اعطينا كمان نحن شويه هوب لمرضانا اللي عم يحضرونا اللي محبطين من الندب تبعهم. للصحه عنوان، الموسم الثالث، الجمعه 8:30 مساء بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السعودية على قناة أبو ظبي. الشعب اللي في الأمارات كله ما ودي أن يسمع الوافد أن يسمع شيء يجرح نفسه ويجرح خاطره. إذا شيء إننا نتفاخر فيه في دولة الإمارات فهو بالمقيم والمواطن على أرض دولة الإمارات. نحن لنا الشرف أن نحن نخدمهم. لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه. والله يا أهلي أني لما سمعت كثير من المقيمين يغنون النشيد الوطني الإماراتي دمعت عيني نزلت.
ونصل الآن مشاهدينا إلى محطتنا الاقتصادية، يصحبنا فيها الزميل مكتوم محمد. إليك مكتوم في أخبار الاقتصاد. شكرا أروى، ومشاهدينا نتابع الفقرة الاقتصادية بعد لحظات. أهلا بكم. نشرت مجلة بنفيتس الكندية المتخصصة في شؤون التقاعد والمعاشات تقريرا عن أبرز الوجهات الاستثمارية ضمن فئتي الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية على مستوى العالم، وأكثرها أو أكثرها جاذبية للمستثمرين المؤسسيين في 2022. وأفاد التقرير بأن الإمارات تعد واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية وأكثرها جاذبية للاستثمارات الحكومية والسيادية ضمن فئة الأسواق الناشئة في 2022، وتشهد في الوقت الراهن المزيد من التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة من مختلف الجهات الاستثمارية حول العالم، سواء كانت سيادية أو شركات خاصة. ارتفع صافي أرباح 17 بنكا وطنيا مدرجا في أسواق المال المحلية إلى 24 مليار و179 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة. واستنادا إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية للبنوك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2022 بنسبة 40.5% أو ما يعادل 6 مليارات و966 مليون درهم، مقابل أرباح صافية بلغت نحو 17 مليارا و213 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2021. قال ألان سميث رئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، قال إن القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ التي نفذتها المجموعة تجاوزت 2.3 مليار درهم العام الماضي، فيما يجري العمل حاليا على صفقة استحواذ جديدة في مصر، إضافة إلى التوسع في السعودية، بما يتماشى مع الهدف المتمثل في ريادة السوق الإقليمية لقطاع الأغذية والمشروبات بحلول عام 2025، مضيفا بأن المجموعة أمامها فرصة كبيرة لتعزيز نموها جغرافيا لا سيما في السعودية وأسواق أخرى مثل باكستان ومصر، حيث تمضي المجموعة قدما نحو الاستحواذ على 60% من مجموعة أبو عوف المصرية، مشيرا إلى أن تلك الصفقة سترسخ من وجود أغذية في السوق المصرية. الآن مشاهدين استعراض لإغلاقات أسواق المال الإماراتية في جلسة بداية الأسبوع، حيث أغلق المؤشران على تباين تراجع بنحو 0.5% في سوق العاصمة أبوظبي، والإغلاق عند مستوى 10199 نقطة، مؤشر سوق دبي مرتفع ارتفاعا طفيفا، والإغلاق عند مستوى 3397 نقطة. بالنسبة لحجم وقيمة التداول في سوق العاصمة أبوظبي، الأحجام فاقت 450 مليون سهم بقيمة تجاوزت 1.334 مليار درهم. أما في سوق دبي فقد كان حجم التداول اليوم عند نحو 200 مليون سهم بقيمة قاربت 330 مليون درهم. ومن أخبار الأسواق، انخفضت أرباح سلامة للتأمين إلى 12 مليون و180 ألف درهم لنصف الأول من 2022، وبلغت أرباح الربع الثاني 2,260,000 ألف درهم. بلغت قيمة الصادرات في المنطقة الحرة بالفجيرة في الربع الثاني من العام 1,156 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 812 مليون درهم وفقا لمركز الفجيرة للإحصاء بحكومة الفجيرة. وتقع هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة بجوار ميناء الفجيرة، وتتميز الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة بسهولة الوصول إلى جميع موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر والهند وباكستان بواسطة سفن الحاويات الأسبوع، كما تصل خدمات الخطوط الرئيسية من أوروبا الشمالية والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية على نحو أسبوعي، وتصل الخدمات مرتين أسبوعيا إلى الشرق الأقصى ومرة واحدة في الأسبوع لأمريكا الشمالية. تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم في الوقت الذي استؤنفت
أو استنف فيه الإنتاج في العديد من المنصات البحرية الأمريكية في خليج المكسيك بعد انقطاع وجيز الأسبوع الماضي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13% إلى 97 دولار و88 سنتا للبرميل بعد انخفاض بنسبة 1.5% يوم الجمعة. وسجل الخام الأمريكي 91 دولار و87 سنتا للبرميل منخفضا 20% بعد انخفاض بنسبة 2.14% في الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% الأسبوع الماضي بعد أن أدى ضرر لاحق بأحد خطوط الأنابيب إلى تعطل الإنتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك. إذن ختام المحطة الاقتصادية، شكرا على المتابعة وعودة إلى الزميلة أرواح. شكرا جزيلا لك الزميل مكتوم محمد على كل هذه التفاصيل في محطتنا الاقتصادية. مشاهدينا معكم وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، كل الشكر مني ومن فريق العمل على حسن المتابعة. نلتقي دوما بأمان الله وحفظه، إلى اللقاء.